أن أقول كتبوا لي أسماءكم داخل البرنامج بصراحة يعني لهذا السبب. زين، هذا البرنامج أعتقد ست آلاء أنت اللي كتبتيه، والله جاوبيني بالشات إذا أنت صحيح. هذا هذا كتبته المبدعة آلاء مصطفى. آلاء تقول لي احنا هسه بنكبر، فعلا جاي تكبر عندنا الفريمز يعني، بس الوجتس اللي داخل الفريمز ما جاي يعني تتوسع ويانا. يعني احنا سوينا، يعني احنا سوينا هذا الإعاز وته وعاشت ايدها، يعني سوت التو رو اللي عندها مستخدمتهن، تو رو هذولي، هذا رو وهذا رو داخل الويندو، وهذا رو وهذا رو، كل رو بي شنو هو بي فريم. بس ما سوينا هذا الشيء المند الفريم، سويناه للويندو، هذا وين، تمام. اذا لازم نفس الموضوع احنا شو نسوي له، نسويه المند للفريم. هذا اللي انا يعني هو بصراحه فاتني، يعني هو صحيح وانا ما راح اقول كل شيء اعرفه ولا انا اعرف كل شيء، بس هذا اساسا فاتني يعني. يعني مو سالفه انه ما يعني ما حاطه بالخطه، لا هو فاتني الموضوع مو زين. فانتم اذا يعني تردون تسوون ضبط لما الواحد يسوي برنامج بهذه الروعه زين، فاكيد محتاج انه يضبط داخل الفريم دي. استاذ عمار بس شنو فكره البرنامج؟ شي يعني شي ينفذ البرنامج؟ هو هوم ورك مو ينفذ. انا طلبت يعني طلبت انه نتمكن من ادواتنا بحيث نوزع الوجت بالاماكن اللي نريدها، ما الوجت يروح براحته بالمكان اللي هو يريد. نعم. وهذا اول واحد اشار للموضوع جنابك، قلت يعني هذا جاي براحتي، انا اريد يكون كل شيء محسوب، تذكرين؟ نعم صح صح اي زين. فاحنا فعلا يعني اذا واحد ما محتاج اكو بالمناسبه هذا اللي صار، اللي صار اكو واحد فاتح جهاز يعني اكيد زين، فيصير لوب زين زين. انا كذا لكم هسه بالمناسبه سأكتب لكم، وهو على الأغلب ست سارة زين زين جتش الدهاية مو نايمة. فعلا يعني لما أجي أنا أسوي، طبعا جاي برنامج ست سارة بعد هذا البرنامج، من أسوي برنامجي ما محتاج أنه الوجز تأخذ أماكن براحتها، أنا أقول له هنا تقعد خلاص هنا يقعد زين. ليش؟ السبب عن البرنامج مسويه الى زبون، وزبون يريد هيك، ما اقول له والله ما اقدر يعني، مو صح؟ خاصة انه ماكو شيء اسمه يعني ما يصير، كل شيء موجود، كل شيء بالبرمجة موجود. زين، والبرمجة مثل ما قلنا يعني سابقا مثل السياسة، فن ممكن يعني. عندنا هذا يمكن ست الزهراء، اي صحيح هذا واجب ست الزهراء اللي انا طلبته من عندكم، جاي تشوفون كذلك ملاحظه هذا الموضوع مال التوسعه. يعني طبعا شنو دبل كليك يلا زيد، لان الريزوليوشن تركته على الديفولت هو واحد، وهي شو مسوي زيد بمقدار نصف، اذا تحتاج دبل كليك على مود يتحرك حركه واحده. لو تغير هي الريزوليوشن وتخليه 0.5 يصير كل كليك يزيد واحد. بس يعني مناسبه طيبه انه نذكر هذا الشيء. خلينا نشوف البرنامج همينه، نشوف البرنامج، شوفوا وياي هذا السكيل مالتنا زين. ما هو في ريزوليوشن، الريزوليوشن وين يروح؟ يروح على الديفولت ويساوي ايش قد؟ يساوي واحد. زين، احنا بالبرنامج ايش مسوي؟ الانكريمنت والديكريمنت بمقدار نصف، هذا زين وهذا بمقدار نصف زين. لو تغير هذا تسوي واحد، او تغير الريزوليوشن تسوي مثلا نصف، او تخليه على حاله.
يعني ممكن اكو هيك حاجة يعني resolution اسويه 12 زين، وهنا اخليه 4 يعني كل 3 كليكات يلا يتحرك واحد حسب حاجتنا، ما ندري هو مو يعني ما جايب نص حسب حاجة. بس استاذ عمار الايفنت اللي هو كليك او دبل كليك يعني ما اعرف شلون ليش له علاقه بالريزولوشن هذا، يعني باي ديفولت هو كليك لو دبل كليك يتنفذ البتن. هسه راح اراويك وين هو هذا، يمكن اي هذا شوف ست، احنا مو هنا جاي نسوي الكليك، احنا هنا جاي نسوي الكليك على على البتن وياي البتن تو بوتونز، الاول يودينا المن يودينا هاي ما لنا علاقه بهم، الاول انكريز الثاني ديكريز تمام تمام عد بوتون للانكريز وبوتون للديكريز، فمن انقر علي شيء يصير عندي هنا زياده بمقدار ايش قد الفي 1 بمقدار النصف صحيح، فمن زاد بمقدار النصف انا عند الريزوليوشن تساوي 1 هنا، اذا ايش وقت راح يزيد؟ ما احنا سوينا له سيت يعني زيدنا القيمه مالته، سيطرنا على السكيل من خلال من خلال البوتن. نعم الكليك الواحد زيدنا القيمه بمقدار نصف، السكيل ما يتحرك اذا زاد نصف، يتحرك اذا زاد 1 لان الريزوليوشن باي ديفولت هنا 1. هسه اذا نخلي الريزوليوشن 2 يصير 4 كليكات يلا يحرك يلا يتحرك السكيل. نعم نعم فهمتك. من الشغلات الحلوه بالمناسبه انه احنا نتعامل بهذه الطريقه، يعني انا هذا اللي متعامل بيها من البدايه كان هسه مالوفه عندكم، يعني احنا نزيد ونعيد الجيومتري الجيومتري عم تحفظوها، بس لو محفظكم اياها بهذه الطريقه طبعا احسن لك. خلينا نشوف شنو عندنا، عندنا كالكوليتر مال ساره. ساره سوت موست ساره هذا إليك صحيح كالكوليتر، جاوبيني بالشات الان اي سوت لنا شنو، سوت لنا هذا الكالكوليتر، هذا شيء يسوي لنا 4 في 6 طلعنا 24 تمام. احنا يعني ايش منو محتاجين؟ مثلا محتاجين نخلي بوتونز هنا ست ساره، كل بوتون بي رقم، بحيث من نضغط على البوتون ايش راح يسوي؟ راح يخلي لي قيمه هنا، نضغط على ال 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 الفي مثلا راح يمسح لي القيمه ويضرب ويستقبل قيمه ثانيه وهكذا. هسه مبدئيا عندنا شنو صار؟ شطتنا السعر، طتنا كالكوليتر تدخلها رقمين وتعطيك ناتج مثلا زائد 4 زائد 6 زين؟ وهكذا 4 على 6 زين 4 على 6 والله 4 على 0 شو يطلع لك والله 6 طلع ايرور ناس السعر كضيناش زين؟ ونحسب حسابنا القسمة على 0 كن دائما شو نسوي؟ ندير بالنا من هذه الاخطاء اللي هي رياضيات يعني بس بالبرمجه نحسب حسابها. البرنامج حلو يريد له بس مجرد تطوير. اسف. اوكي. بعد عندها برنامج ثاني جدا رائع. شوف شنو كان اسمه، اعتقد هذا. ما هو هذا لو لا؟ لو هذا تو اشتغلنا مال 6 الاء. هذا برنامج 6 آلاء اعتقد. اي. نشوف صار. كان هذا اسمه يمكن. اي هذا ساره الموسوي كاتبه اسمها عاشت بالتايتل. يا ريت كلكم تكتبون. شوفوا. واضح عندكم؟ يعني هنا
اكو تكبير وتصغير وهنا اكو تكبير وتصغير. تشوفون يعني البرنامج بيرفكت فضلا عن الالوان الترتيب حجم الخط الرصانه ما ارد احكي صراحه وتقول لي انا ما اعرف ابرمج بالمناسبه يعني عندكم علم ولا لا تقول انا ما اعرف ابرمج واريد اتعلم برمجه يعني اكو طاقات بينكم هو كلكم صراحه الفرق انه يعني بعضكم ما يعطيني هوم ورك بعض ما يعني انت تحكي حتى اشوفك لما تحكي مو حتى اسمعك حتى اشوفك حتى اعرفك انت شنو بعض ما جاي يحكي اكو طاقات ما جاي توصلني زين الله يوفق ان شاء الله وياخذ بيتكم اليوم نبلش محاضرتنا هاي ال 20 دقيقه ما ضاعت هاي ال 20 دقيقه انا اعتبرها مثاليه يعني زين تعالوا خلونا لا مو بس الجهود بجهودكم جديتكم امبورت تي كي انتر اس تي كي وعندنا وين تساوين تي كي دوت كابيتال تي كي سمول وعندنا انا اي صحيح هسه خلينا نفتح برنامج وناخذ من عنده شغلات اللي هو هذا زين شنو نريد نريد من عنده هاي كم سطر بس هنشوف شو يطلع لنا وبعدين وبعدين نسولف عندنا assembly radio button اي ما يخالف ما مشكله هنسوي لنا واحد هذا الاسم function انا مستدعيها يقول لي هاي شنو هو صار استعجل زين خلينا نشوف شنو يطلع لنا الجريد جاي لو ما جاي الجريد ما جاي الجريد صح مريم تقول سوية ما يشتغلون بس الستايلر انا سويت موارد بشريه ومن ابصرهم كل واحد اوكي ست ما يخالف نتكلم بالتليجرام خلينا نخلص محاضرتنا وانا بخدمتك تدللين عندنا هذا الراد لازم شو نسوي له نجيبه كوبي بيست هو نجيبه مثل ما هو زين خلاص هذا الاظهار مالته حلو شنو عندنا عندنا الراديو بوتون يا هو الراديو بوتون هذا هذا من تضغط عليه زين تجيك تدللين ست مريم تجيك قيمة في متغير معين احنا كل غايتنا من الوجت شنو ان نتفاعل ويا الوجت لو يعطينا قيمة لو احنا نعطيه قيمة صحيح هو هذا زين اذا اعطيناه قيمة التفاعل الحقيقي مالتنا ان تروح القيمة الى المكان المقصود يصير تفاعل يعني زين او احيانا مثل ليبل يعطيك كلام دلاله وخلاص يعني ماكو بينك وبين اي تفاعليه زين خلونا نكرر هذا الكود مالتنا تمام هسه عندنا صار شنو صار عندنا 3 راديو بوتون الاول عند الرو 0 الثاني عند الرو 1 والثالث عند الرو 2 0 1 2 نشوفهم بعدين نغير الاسماء مالتهم هسه هم نفس الاسماء تمام شوفوا المربوطات ربطه وحده زين هسه ايش راح نقول له اول شيء نغير مثلا هنا نقول له جولد الاسم مالته هنا اسمه نريد ماشي بعد شو نغير نقول له عندك الفاريبل مالتك الفاليو مالتك هنا تساوي 2 هنا تساوي 3 لما انقر عليه راح شنو يكون الفاليو مالتي يساوي 1 هذا يساوي 2 اسماءهن هذا ريد 1 هذا ريد 2 احنا ما
لما فاصلين أسماءهن كان ما تكررت، يعني مو نقر واحد كلها تأشر عندنا الأسماء ضرورية. زين هسه فصلنا ارتباطهم مع بعض، صار عندنا شنو؟ تريد هذا لو هذا لو هذا، تريد هذا أو هذا أو هذا، تمام. زين هسه هم مربوطين بمن؟ بنفس المتغير، تمام. زين خلنا نجي نشرح هذا الريد بوتن شلون سويناه، وبعدين نبدي يعني نستفاد من عده. هذا فاريبل ريد 1 تي كي دوت راديو بوتن الار كابيتال، تمام. وين بالويندو؟ العرض 8 تيكست، هذا اسم لون من الالوان. فاريبل يساوي لنا راد فار، هنا اذا ضغطنا عليه ايش راح يعطينا؟ هاي القيمه الفاليو مال راد فار راح يعطينا واحد. راد فار معرفينه فوق من نوع انتجر، تمام. هسه الالايمنت مالته باتجاه الويست اليسار، والفانكشن اللي يستدعيها هذه راد كول. انا حاط السي كابيتال ما ادري ليش، زين احتمال خطا يعني. الجريد مالته رو 0 كولوم 0، ستيكي مالته على جهه الويست، الباد واي الباد اكس 5 ب 5، امور تنظيميه مو اكثر، ما ارد اهتم بها، هذه تكون عليكم عاده يعني. انا اضفتها لانه قاعد ما عندي شيء، ظليت اسوي شغلات وصار عندنا هذا البرنامج. زين الراديو بوتون الثاني يفرق بالتست ويفرق بالفاريابل مالتنا، هو نفس الفاريابل طبعا. اذا غيرت الفاريابل بالمناسبه يعني خليت فاريابل ثاني، فمعناتها اكو مجموعه ثانيه راح ترتبط لها، سهم نسويه ونشوف. زين زين هنا الفاليو تساوي لنا 2، اذا اذا ضغطت على الاول فالفاليو تساوي 1، اذا ضغطت على الثاني الفاليو تساوي 2. هسه خلينا نحط لنا ليبل، ليبل 1 تساوي لنا tk dot label بالوين، والدنية انه بصراحة اخلي فوق كلش، خلي انزل هذول بالوين كنا، والتكست تساوي لنا مثلا value كلام، هو راح يطلع لنا اول شيء كلمة value، bg تساوي لنا red، FG يساوي لنا pink، اللي نسدها label 1 dot grid الرو يساوي لنا 0، والكولوم إذا يصير فوق يعني يساوي لنا 0. زين خلينا نشوفه يطلع أول مرة قبل لا نجي نحدث المعلومات مالتنا. هذا هو انا يعني المفروض ما اخلي له اصلا بي جي، وين هي البي جي؟ ختولي البي جي ختولي. زين هذا خلي هذا خليه رد، تمام. هسه شو نقول له هنا؟ نقول له برنت، شو يطبع لنا؟ يطبع لنا شنو اسمه؟ راد بار الفي اعتقد كابيتال، اي صحيح راد بار دوت جيت قيمته، هذا المتغير اللي بهم كلهم. زين هسه شنو معناها؟ لازم كل واحد اضغط عليه يعطيني شنو الى قيمه. صحيح هذا الطباعه، لا ما اريد طباعه، ما اريد طباعه، اريده ليبل 1 دوت كونفيجر. انا اصلا سويته على مود شنو؟ على مود احدث بقيمته، تساوي لنا راد بار دوت جيت، تمام، حتى ليبل تتغير قيمته. شو اسوي انا بالفاليو؟ هذا 1 هذا 2 هذا 3، يعني شنو معناها؟ تضغط هنا الفاريبل قيمته 1، تضغط هنا الفاريبل نفسه تتغير قيمته، تضغط هنا كذلك تتغير قيمته، تصير 3. ماشي زين. انا راح اعرف فاريبل اخر مثلا هذا موعدنا راد فار، خلينا نسميه بس راد
راد 1 هسه اريد اضيف هذول الاثنين. هنا اشرح اقول له راد 1 يساوي وهنا راد 1 يساوي والكولومز وصلنا رو تساوي 4 خليه وين اللي قريت ما جبت الجريد مالتهم هذا شنو 1 2 3 هذا اللي قريت مالته ايش ضع علي ضع علي لانه ما مخلي مسافه زين ان شاء الله ما تي هنا خلي الجريد مالته اخير شيء هو 3 صارت 4 وهنا تصير 5 زين خلونا نشوف لاحظوا هنا وين يتغير بين هاي القيم اما هنا ها ونفس المشكله ما مغير الاسم مالته راد 4 راد 4 الفاليو صحيح كلامك الفاليو مثلا صفر وواحد عشرة مو واحد زين التكست جروب تو الرقم واحد وهذا نقول له جروب تو الرقم اثنين تو الرقم التسلسل الثاني زين هسه شنو اللي يخلي هذولي كذا عن هذا زين يعني هاي مجموعه وهذه مجموعه شنو فصلهم فصلهم الفاريبل اللي ارتبطوا به هذا الفاريبل هو اللي فصلهم والا الاسماء مختلفه جميعا والتيكس مختلف جميعا والكوردينيتس الرو والكولوم مختلفه جميعا الفاليو ابدا ما ممكن ان تتساوى كل مجموعه اما هسه هنا انا اقدر اخلي 3 ما يضرني مو صحيح صح هنا 3 بس هذا غير فاريبل هذا ريد فار راد فار وهذا راد 1 زين اذا شنو اللي يخلي مجموعه مفصوله عن مجموعه ثانيه هو الفاريبل زين هسه الفاريبل اقدر استخدمه يقدر استخدمه زين هسه هنا اشيرا الى الى وين اشيرا الى نفس ال الفانكشن زين ممكن انه احنا نعدل يمكن انه نعدل نخلي مثلا بيها بس خلينا نشوف هنا شوف شيء ضعه هنا مو تحركنا ايش طبع عندنا صفر قيمه من قيمه الاول اللي تابع المجموعه الاولى من هذا طلبناه ينطبع مو صحيح بالفانكشن واللي هو هنا بعده شنو يساوي صفر زين احنا ما يعني بعدنا ما مغيرين قيمته فطبعه صفر من نقرنا هنا او هنا شو استدعى استدعى هذا الفانكشن فراح نفذها وطبع قيمته ما ربطنا يعني ما اعطينا قيمه بالفانكشن خلينا نعطي قيمه بالفانكشن خلي راد 1 تمام راد 1 هسه شباكم يلا خلينا نشوف شو يقول ريديو بوتون هاز نو اتريبيوت جيت راد 1 دوت جيت راد 1 يساوي تي كي دوت انت بار يلا خلينا نشوف وين خلل ليش ما يقبل راد 1 دوت جيت هذا راد 1 اي والله ساعدوني منو يعرف الخلل خلنا ننفذ مره ثانيه الراد 1 سوي ران من جديد استاذ خلفه استاذ الكول خلينا راد فار يمكن وين الكول والله هذه الكول اي راد 1 وهذا راد 1 الفاريبل يساوي لنا راد 1
وطينا 10 وطينا 3 بس اسوي تنفيذ وشوف الخطأ. لا مو هنا فوق وين انا مخلين text rad bar dot get text sound rad bar dot get اي سو انت تغير بس بالبرنت غيرت بالبرنت يعني وهذا... ما تغير بالبرنت عبالي تغير حتى بالبوتن لا بالبرنت احنا همين نخاف مثلا قصدك باعتبار هو ما... انتجر يعني هذا خطأ شو يقول يقول radio button dot by لان كذا attribute error radio button object has no attribute get هذا الخلل واضح عندكم خلل عرفتوا ما يقبل read one dot get لازم نسوي ttk لا 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 ليش يعني هو الجيت بالتي تي كي زين هسه هنا مقبول عالجت حاله انا ولا ما كنت حاضره بس باوعت المحاضره اي عالجت حاله هم هيك كتبنا هاز نو اتريبيوت جيت او فشي فقمت عالجتها بهاي الطريقه لا كانت غير شغله نعم غير شغله هسه احنا اذا صفنا بيها نلقاها هسه نشوف شنو عندنا عندنا البرنت هذه برنت ريد 1 هذا الريد 1 مثل ما هي دوت جيت يعني جاي يجيب لنا قيمتها صحيح افترض هسه احنا ما يعني افترض ما عندنا مشكله في المقام هذا وبعد بعد هسه همين ايش راح اسوي راح اقول له هنا انا ريد 1 دوت سيت 0 زين وبعدها راح اقول له هاي هذا الفانكشن نفذ لي حتى قبل لا احنا هو هذا ترابل شوت جاي اسوي انا يعني قبل لا ندوس على الراديو بوتون هو راح ينفذ كل شيء هنشوف شنو ليفل 1 از نوت ديفايند اي لانهم صحيح ناخلي اسحبهم اجيهم جوا تعريف الليبل وين الليبل هذا الليبل هنا جوا زين نشوف الله يقول هاز نو اتريبيوت set يعني معناته هذا ما متعرف كأوبجكت read one سوي tk dot int var يعني هسه هذا بالضبط هذه نسخة هاي هي نفسها هذه ماكو read your button object has no set هسه مو بالراديو بوتون احنا جايين نجيب فاريبل والله غير سوي الراد 1 نفسها البرنت والله نفذها على الراد بار نفذناها؟ اي نفذناها شوفيها نعم شوفيها راد بار هسه هسه راح يعترض على السيت ما مش جاي باعي اعترض على السيت هذا السيت ما قبله هسه ينفذ مثل الورد ما في مشكلة شوفي هذا ايش طبع هاي البرنت راد بار زين زين انا متونس بالمناسبة يعني انتم مو ضوجون انا بالنسبة لي جدا متونس على انه اكو عندنا هيك ايرور يعني لا تركز احنا نستفاد من الايرور زين التعريف صحيح هذا variable tk dot انت بار ومطينا احنا رقم احنا مطينا رقم وهنا جاي انطبع زين شو اسمه هذا راد 1 دوت جيت في تساوي لنا راد 1 دوت جيت مشكلة نشوفها بعدين بس راح اخليه مثل ما هو حتى اول مرة فد شيء مهم شو مسوين شيء هنا احنا مسوينا غلط variable rad1 هذا rad1 مرتبط بمن rad1
الراد هون ساوند تي كي دوت انت بار والفي افترض كاتب خاف انا حاطه هو انا سويتها كوبي بيست يعني مو بس حتى خاف ها بالمناسبه عاده يعني يصير عندي هيش مشاكل اخذ كوبي بيست زين وهذا هسه ها اها كوبي بيست راد 1 فار زين هنا هنا انا وين راد 1 فار نجيبه كوبي هاي يصير الاخطاء وما تبين عندك ما تبين انت ما منتبه لها شغله بسيطه هيك شيء زين وهنا انا راد راد 1 فار راد 1 فار دوت جيت هذا اخر تيست قبل لا ااجل فحص مالته قبله تلاحظون قبله هسه ماكو ايرور ماكو ايرور راد 1 بار طبعا الراد 1 بار يعني هسه شنو ارتبط بيه من بالجو يعني شغله طبعا العشرة وثلاثة قيم هذه تمام هذا وين القيم مالته تطلع هنا واحد اثنين ثلاثة بالليبل واحد اثنين ثلاثة والطبع مالت من مالت الـ هذا الجروب تمام وحاطين بفاريبل واحد زين هسه هذا الارباك اللي صار هنا الفاريبل مالتنا يعني احنا ما ادري مسافة قدامه فشي يعني زين النتيجة شنو اللي صار عندنا اللي صار عندنا طلع سوينا جروبات اثنين وهذه الجروبات الاثنين ليش سوينا اثنين مو واحد حتى بس نعرف يعني نتعلم يعني جيت هنا وخليت كلها نسويها شلون ارد افصل عن بعض محتاج اغير بالفاريبل الفاريبل هذا هو الماء فريم عادي ممكن نخليهم اذا خليناهم ضمن فريم او ليبل فريم اي يعني لازم اغير الفاريبل مالتهم هاي الفاريبل يعني كجروب أي. يحتاج دائما اغير الفاريبل حتى افصلهم لو ممكن استخدمهم ادخل مثلا كل مجموعه بفريم ويعتبرهم فصل خلاص لا الفريم ما يفصل المجموعه اسوي المجموعه بفريمات اثنين طيب لما يكون هو تشيك استرجع قيمته عن طريق الفاليو اي طبعا اي لا شلون هو الفاليو مالتي خلينا نسوي لنا خلينا نغير البرنامج هذا بس هذا عرفناه مو صحيح خلونا نغير هذا هنا نسوي له فانكشن ثاني فانكشن ديفاين اسمه كومبير شنو بي هنا هاي القيمه الريد 1 اف كذا تساوي لنا ان لو 10 لو 3 مو صحيح زين وين صاحبنا هذا جيب لنا اياه هنا كونفيجر حط لنا البي جي تساوي لنا وايت زين بعد ايلس مو ايلس اف راد فار يلا يخالف اف راد فار تساوينا ثلاثة هسه راح نغير بيها طبعا راد بار دوت جيت راد بار دوت جيت يعني هي اوبجكت تساوينا ثلاثة نقطتين مثل هذه كلش ليبل دوت كونفيجر وعندنا هنا بي جي تساوينا انك خلينا فشنو هي القيمة سوينا ها ما ربطنا هذا كومبير وينه ما ربطنا بالراديو بوتنز هنا وهنا سوى بده يغير ما بين فشنو القيمة مالته ست القيمة قارناها واتخذنا قرار استنادا للمقارنة
هو إلى variable بس إلى قيم بعدد شنو radio buttons مع المجموعة مثلا نريد نخلي هنا 5 بعد زين واضحة؟ أي واضحة شكرا أستاذ قبل هذولي هذا وهذا وهذا منيو لا نسوف شيء لكم ألقاه هنا ألقاه يمكن هنا أستاذ إذا ما صار زحمة أي بالخدمة ما كان ما تظهر لي أرقام أريد أتظهر لي كلمات أي نعم. كلمة كلمة بال يعني أي ما مشكلة وين هو البرنامج مالك ما سدينا إحنا سمبلي راديو بوتون ما مشكلة نقول له تكست تساوي لنا جي دي جي وهنا تكست نكتبها بالأخير فارزة تكست تساوي لنا بي او سي زين شنو الخلل هذا يبدو الكونفيجر هذا الخلل واحد سنجل واحد دبل زين POC GDG POC GDG واضحة تختلف الليبل يعني وإذا نريد نطبعه نفس الشيء يعني سو برنت مثلا هنا مثلا هنا قيله برنت شنو هو كان الفاريبل مالتنا هذا خلينا اياه وهنا نفس الشيء نعيده ماكو داعي اصلا خلي بعد هاي الهوسه كلها مره واحده ماكو داعي نكررها يعني بكل الحالات راح يطبع مو صحيح يكمل ويطبع القيمه مالته نجيبها من هنا جاي يطبع الثلاثة والعشرة تاخذين ست واذا نريد لا احنا نريدها يطبعها هي نفسها هذه هي ايش قلنا هنا جي دي جي جي دي جي ونفسها كنترول سي جي دي جي كتبناها غلط مثل الساعة هنا همينة هذا بعد ما نحتاجه هذا الاندندنت اللي احنا مبتدئين به بايثون تعال قنعة انه يتحرك منه زين جي دي جي كله جي دي جي ليش احنا هناك ما غيرنا هذا بي او سي هنا نقله بي او سي بي او سي و إذا هيك قصدك يعني مو هيك لو غش يا تقصدي اوكي زين هسه عندنا شيء بال ها جاي ادور على يعني على راديو بوتون برنامج ما ادري وين صار يعني انا حضر عودي فرحان بي زين ماكو يعني هو افتراض بالهستوري هذا زين هذا ست احنا ممكن نخليه على فريم زين هذا جاي يخلي القيمه ويخلي الباك جراوند مالت اللي هذا ليبل بالمناسبه هذا ليبل زين هذا تو فريمز لهم نفس اللون وهذا فريم ثالث داخل الفريم انطيته شنو انطيته ريليف شنو نوع ريست كالعاده انا دائما استخدمه زين وهذا ماكو شيء يعني ممكن
تخلي وكأنه هذا يعني appearance إيش اسمه appearance مالت ال background وكأنه transparent يعني شفاف انطي نفس لون ال الفريم يطلع لك بس كتابة يعني زين هذا pink لون pink زين بس ما مسوي له هذه الشغلات يعني ما بس أراويكم إياه وبس هذه أقدر أخلي الكود مالتي ضمن الباتون وأخلي هنا بس تأشير بدون ما ينفذ أي شيء يعني أقدر أخلي التنفيذ من داخل الباتون ممكن طبعًا هذا فقط تشيك يعني تدرين شنو ممكن الباتون يظهر لك يعني تكون هاي النافذة بها بوتون هنا مثلاً مكانه تضغطين عليه تطلع هذه مثلاً بالضبط أي يعني أنا بس أخذ تشيك على أي لون أريده والتنفيذ يكون من خلال بوتون 100% نعم تمام شكرا زين هسة خلينا نشوف بعد شنو عندنا اليوم أدنانيا نخلص على وقت يعني بس إن شاء الله ما عم تأخرين أمورنا ماشية عدنا الكومبو بوكس ما أخذناه مو صح؟ البارحة شرحته يمكن؟ أخذناه؟ إي يمكن أخذناه البارحة صحيح أخذناه البارحة؟ إي صحيح أخذناه أخذناها بتفاصيلها مو صح؟ ما يعني ها؟ أكو ليست بوكس لو فقط كومبو بوكس عفوا ما عرفنا شيء يمكن مو صح؟ يعني أخذنا القيمة من عفوا اللغة توفر ليست بوكس أيضا لو توفر طبعا نعم زين خليني نشوف هنا شنو عندنا بعد خاف اكو شيء انا ناسي ما مشاير له هو هذا امس بالضبط هذا امس هم حكيناه كلهم دول حكيناهم زين عندنا تاب شنو هذا المسج بوكس اخذناه تشيك بوتون التاب كنترول تاب كنترول نريد نوصل لهذه المرحلة نحط هنا تابات وكل تاب أنطر عليه تطلع لي نافذة فيها محتويات غير محتويات التاب الأخرى تمام خلينا نشوف شلون راح نقدر نسوي هذا الشيء طبعا يعني كالعادة ماكو شيء يعني استثنائي كله شيء بسيط يعني عبارة عن سطرين ثلاثة يوجد لك هذه بقى انت شوي تعقد على البرنامج مالتك وتضيف عليه مواصفات مره تهتم بالفانكشنز مالته مره تهتم بالابيرنس مالته يعني تتوازن بين هنا وهنا زين مثلا زائد 100 زين قبل التاب اريد اسولف بطريقه عرض اخرى غير اللي اخذناها اللي هي الجريد يحكي بها بكل سلاسة ما تطور بها حديث بس إشارة إلها label 1 أو label تساوينا tk dot label وهذا بالوين بالtext تساوينا top عندنا label dot back هذا الموضوع هذول الأربعة نقول له على سبيل المثال ال F G أو ال B G ساوينا بايت وهنا ناخذها ونخليها مثلاً هم وهنا نقول له back هنا think نا رد خلونا ننفذ شو نقول له هذا باك ليرنينج شو نطانه ويجتس
واحد جو الثاني، أول أبيض ثم الأسود ثم البينك ثم الأحمر. زين شنو هذا؟ هذا جاي يقول لي يعني فوق ما بعد هذا الفوق ما بعد هذا الفوق. زين نقدر نضيف عليه مثلا سايد، نقدر عليه مواصفات اللي كنا نضيفها بالجريد لها أسماء أخرى ونضيفها وين هنا. هذه الأداة أقل فاعلية من الجريد، وأكو ثلاث طرق للعرض. أكثرها فاعلية هو الجريد، أكثرها يعني بساطة بس يعني أقل فاعلية هو هذا الباك قدامنا. أي واحد يشرح تلقونه يشرح بالباك، إن شاء الله بسيطة. زين الجريد شنو الشكل اللي يجي ببالك؟ يعني تقدر تسويه بسلاسة يعني ماكو مشاكل. زين لذلك إحنا خو ما نتعلم كل الطرق وتؤدينا نفس الغرض، نأخذ الأقوى هو هذا اللي هو الجريد. زين إحنا هنا اليوم أشرنا عليه لأن بالتاب إحنا راح نحتاجه، هذا راح يصير يعني إلى نحو ضرورة. زين خلينا نبدي، خلينا نأخذ هذه ثلاث خطوات الأولى. زين بالبداية شو تقول لي؟ عرف متغير، قل هذا نوع ttk.notebook. طبعا النوت بوك بال tk ما موجود، بال ttk موجود. زين وين هذا؟ بالوين. زين التاب 1 متغير يساوي لنا ttk فريم، على حسب الاصول هو فريم ينتمي لنا للتاب كنترول، يعني ليس فريم عادي. واخيرا من نجي لل تاب 1 نضيفه المن، نضيفه للتاب كنترول هذا وتعطيه تكست، خلاص صار عندك شنو؟ صار عندك التاب كنترول على حسب الاصول بي عنصر تاب واحد. بقى شنو؟ تعطي المكان مالته. شنو نطيب الجريد؟ هسه راح نطيب الباك. هذه الخطوه مالت الباك اللي احنا قبل شويه شفناها في برنامجنا. خلي اخذ ذولي كوبي بيست وبعدين بدون يعني مو كلهم، ناخذ مقطع من عندهم. زين هسه هنا شنو عرفنا النوع؟ شنو نوع؟ نوت بوك بالوين. تاب 1 هو فريم ينتمي الى التاب كنترول الى النوت بوك، ماشي. وضفنا له سوينا له اد المن تاب 1، شو يطلع لنا؟ الاسم جي دي جي. تمام هسه شو نسوي له؟ هسه نسوي الباك مالته يعني العرض مالته. كنترول سي كنترول في. تمام خلينا هسه ذول شنو ينتمون المن مو لل وين راح ينتمون للتاب 1. اي ما يخالف هسه نشيلهم. تاب 1 تاب 1 شيل الباك مالتهم ما محتاجينها، هاي سويناها من الساعه على مود التعليم يعني. هسه محتاجين احنا شنو؟ محتاجين ليبلز على مود العرض مالتنا. زين شو نقول له؟ نقول له ليبل 1.grid الرو يساوي صفر والكولوم يساوي صفر نفسه. هذا ليبل 2 ونفسه هذا ليبل 3 ونفسه هذا ليبل 4 هذا ليبل 4 هذا ليبل عفوا وهذا ليبل 3 وهذا ليبل 2 وهذا ليبل 1. زين خلينا نشوف شنو عندنا. جي دي جي ها ال ما مغيرين بيهم، هذا واحد وهسه هذا واحد وهذا واحد واحد. هسه يبينون كان واحد فوق الثاني. لاحظون عندي تاب واحد وبي اربع ليبلات، هاي السالفه كلها. زين ضفنا تاب واحد، شلون ضفنا؟ نرجع الكود مالتنا ما لنا علاقة بالليبلز، هذه طفوها نسوها. عرفنا المتغير نوع نوت بوك كل وين،
وتاب 1 متغير هو يمثل فريم، ينتمي هذا الفريم لمن؟ ينتمي الى التاب كنترول، ينتمي الى النوتبوك، تمام. ومن ثم هذا النوتبوك اللي هو المتغير مالته اسمه تاب كنترول بميثود اسمها اد. شيء يسوي اد؟ اد التاب. تذكرون من ربطنا التكست بالسكرول بار والسكرول بار بالتكست، هنا ربطنا التاب بالكنترول بالتاب كنترول، وهنا تاب كنترول ربطنا بالتاب. ومن ثم شنو هو؟ ومن ثم قلنا له اخرج لنا التاب كنترول مالتك. واضحه؟ زين، هذه مفاهيم احنا ما نطبقنا بالتفاصيل مالت الباك، هذه مثل ما هي ما راح تحتاجوها بعد. زين، هذا اكو اكسباند. زين، الفول اوث يعني شنو؟ هوريزونتال وفيرتيكال، يعني على طول الويندو. هسه اجينا سوينا ضفنا البوتنز، البوتنز خليناهن بالفريم مالتهن اللي اسمه تاب 1. اذا التاب 1 حقيقته هو فريم، تلاحظون. زين، هسه نريد نضيف فريم اخر، هسه نريد نضيف فريم اخر بالضبط. ها آه. نزلوا هذا. زين، اي مكان، ها يعني خاف انا سويت هاي العمليه، لا اي مكان. زين، تاب، ولا هذه ناخذ كوبي بيست، هذا مثل ما هو كوبي بيست. شنو راح نغير به؟ راح نغير به اول شيء هذا تاب 1 صار تاب 2، هذا صار تاب 2، تمام. والتكست مالته مثلا بي او سي، خلينا نشوف، راح يكون فارغ طبعا، تمام، هذا هو فارغ ما بشيء. خلينا ننزل به شويه، هذا نقول له تاب 2، هذا تاب 2، وهذا تاب 2، وهذا تاب 2، وهذا نقول له رو، نقول له تاب 2، غير بس اسماءهن، اذا بينت اسماءهن لان الالوان صارخه. زين، وهذا يمكن صار عندكم واضح. اذا هسه صار عندي شنو؟ صار عندي نفس الويندو بها اكثر من تاب، ونقدر نضيف كل التاب مالتنا شنو؟ نضيف بها الويدجتس مالتنا. حد هنا اكو مشاكل؟ يا ريت حد يعني عنده شيء مفاهمي يكتب لنا. استاذ، يعني هاي التاب مو كلش مفهومه، هي شنو؟ وسيله عرض، وسيله ادخال، يعني ما كلش فهمتها انا بالنسبه لي. يعني يعني مثل القائمه المنسدله، مثل لا 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 القائمه المنسدله، لا القائمه المنسدله هاي شوفي، هاي قائمه منسدله تطلع قائمه، هاي ما راح ناخذها. زين، لا التاب نفس الويندو، وين هي هذه؟ نفس الويندو جاي نقسمها شنو؟ الى ميني ويندو، يعني متداخله، يعني غيرها وغيرها. يعني هسه احنا ممكن البرنامج مالتنا بدل ما نقول له نيكست ويطلع لي صفحه ثانيه، هي نفس الويندو. فهي طريقه، يعني هي تكنولوجيا، يعني اجمع اكثر من نافذه بنافذه التنفيذ الواحده. اي بالضبط، حتى بال زين بالله استاذ، اذا كبرنا هاي النافذه خلينا نشوف شكل التاب شلون شكله، مثل الفريم يعني؟ هو هذا التاب مالتنا، هذا هاي المساحه فريم، هو مو مثل الفريم، هو بالحقيقه فريم. زين، لكنه هذا الفريم مو راح نقول له هاي المساحه لك وهاي يعني المساحه، يعني هو مجرد إلك. اطار، هو مجرد اطار يحتوي، بالضبط، يحتوي الويندو كله، يحتوي الويندو كله. هو يسوين عمليات منفصله تماما، يعني ويندو مكان ما تسوي شاشتين هي تبقى نفس الويندو، بس انت تسوين عمليات مختلفه بالتاب الاولى تختلف تماما عن التاب الثانيه. بالضبط، اي صحيح، لا صحيح صحيح. اي زين، فنكون احنا يعني مثلا على سبيل المثال انا عندي هذا التاب خليتها اعرض بيها الهيكل التنظيمي مالت الشركه مالتي، هذا التاب اعرض بيه عندي كومبو بوكس عدد كذا،
اعرض بي موظفين كل تشكيل بهذا الهيكل التنظيمي، اسماء الموظفين. لما اجي انا اقول هيكل تنظيمي باداريه وب اي تي وبهندسيه مثلا، اجي لهنا اقول له طلع لي جماعه الاداريه، هسه النوبه بالاداريه طلع لي جماعه الموارد البشريه، النوبه بالموارد البشريه طلع لي جماعه التعيينات. فش راح يطلع لنا تيبل ببس جماعه التعيينات من هذا الهيكل العظيم مال شركتي. طلع لي جماعه سجلات الخدمه، عندنا احنا يعني هيكلنا بالنفط هيك زين. مثلا بالجامعه يعرض لك مثلا اداره الجامعه ويعرض لك بالهيكل الكليات، يعرض لك مركز حاسبه، يعرض لك مركز علوم البحار، مركز الدراسات والابحاث اعتقد اسمه الخليج زين. من يجي هذا هيكل تنظيمي عرضه هنا، جيبه هنا شو يعرض لك؟ يعرض لك اسماء مثلا كادر كليه الهندسه، اسماء كادر كليه العلوم زين. هسه كلهم ده هاي هوسه كليه الهندسه بها اقسام، يعرض لك مثلا قسم المواد، هندسه المواد، هندسه الميكانيك، هندسه الكيميائيه زين. فهذا اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على كومبو بوكس نخليها، كل كومبو بوكس هي معتمده على الثانيه. اول وحده شو تطلع لي؟ تطلع لي الكليه، والثانيه شو تطلع لي مثلا من هذه الكليه؟ اختار مثلا القسم الفلاني. اختارت القسم الفلاني مباشره انت لو عندك ايفنت يطلع، او عندك بوتون تقول له طلع لي الناس اللي ينتمون الى التشكيلات المذكوره بالكومبو بوكس خلاص. فهذا يعني وزعنا العرض مالتنا على التابز، الفانكشنز توزعت على التابز في ويندو واحده. طبعا هذا شيء روعه، وهاي الويندو الواحده ما راح تكون يعني ويندو طويله الكود، لا احنا يعني ان شاء الله رب العالمين يعني بعد فتره نكون تعودنا على استخدام الكلاسز، يعني هي كلها كلاسات هنا، انت تودي على الكلاس والكلاس بيها كلام بقد هذا واكثر بعد زين. ان شاء الله يعني منو بالله اول واحد اول واحد فيكم استخدم الكلاس؟ كانت علاء مصطفى زين. كلاس وتستدعي من ملف ثاني زين، انا طلعته وشفتوه انتم بوقتها بالمحاضره رقم 2 3 هيجي شفتوه بوقتها زين. فاحنا نحط كلاسز وبيها العمل ونستدعيها والسلام عليكم. ما يصير علي الكود كبير، لان الكلاس انا فاهم شغلها شنو، بعد فاهم حافظه على قلبي، من جيت نفذته وخليته هنا بقى هنا الشغلات اللي انا احتاجها الاضافيه اللي مو بداخل الكلاس، فيقل حجم الكود داخل الويندو. فمن يكون عندي الويندو يكون عندي اكثر من تاب، انا ما راح اتخيل انه عندي اكواد بعدد التابات، والله هنا انا عندي 120 سطر وهنا 130 سطر، هاي شغله البرنامج شلون راح اتابعه؟ اذا صار بي خطا شلون؟ هاي مشكله فهم. صحيح؟ اذا لك راح تحل اياها الاوبجكت اورينتد اللي اشتغلنا بيها راح تحل اياها زين. هسه تقولون احنا ما اخذنا الاوبجكت اورينتد على التيكي انتر، احنا ما اخذنا على ما اخذناه بالعرض، بس اخذنا شلون نتعامل ويا البيانات نجمع ارقام نطبع اسماء اخذناه، وهذا المريود يعني شو هسه احنا شنو عندنا بالتيكي انتر؟ احنا اللي ياخذ التيكي انتر من عندنا يعني هذا كله نخليه فوق، بعدين الفانكشنز اللي احنا نقوم بيها اللي نضيفها. قلنا هذا قبل شويه مو سوينا ريد بوتون. استاذ الكلاس يصير بيه التصميم لو يصير بيه الدوال؟ لا يصير بيه هو الكلاس اللي صممناه. هو ممكن تصميم يعني اوبجكت اورينتد نخلي بيه التصميم لو الدوال. نعم فهمتك. التي كي انتر العرض ممكن ان يكون بالكلاسز، بس انا هسه جاي اتكلم عن الدوال، يعني اقصد هذا نقدر نسوي بالكلاسز وعلى حسب الاصول. ما اجي اكتب الكود من جديد راح اجيب الكلاس مثل ما هي واخليها، اذا عندي مثلا الكلاس يعني مكرر هذا الشيء زين، مكرر هذا البرنامج، فما اجيبه كوبي بيست، لا استدعيه احط الكلاس بس استدعيه سطر واحد فقط امبورت واسم الكلاس. بس انا جاي اتكلم عن الدوال يعني فعلا عن الدوال مثل ما تفضلت. بالتاب اللي اسمعتك تحكي فقط عرض يعني شنو بس ليفلاتكم
لو اي شيء اقدر اخليه لا 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 ليش بوتونز كامله بكل الوجهه صغير تعال خلينا نسوي بوتون 1 تساوي ن تي كي دوت بوتون هذا تي كي بوت والله انا مسوي فتشي بس الله سوال القى تي كي دوت بوتون وبالتاب مثلا 1 نقول له التكست مالتك اسمها get value والكوماند مالتك تساوي لنا مثلا get value كذلك زين خلينا ناخذ هذا كوبي ونقول له btn1 dot grid row تساوي 0 1 2 والكولوم تساوي لنا كذلك 2 وجوا ويمه اي تساوي لنا tk dot entry وهذا بالتاب 1 عندنا height تساوي لنا 20 bg تساوي لنا gray ونقول له e dot grid row نخليها جوا مثلا row تساوي لنا 3 الكولوم تساوي لنا 2 راح يعترض هسه ايرور يعطينا على مود الفانكشن هذا الفانكشن مبدئيا خليه هيك بعدين نسولف تفاصيله نشوف العرض شلون راح يصير الهايت ما قبل هاي ليش ما قبل الهايت هاي الوث الهايت خلينا نعطيه باد y تساوي لنا مثلا 8 زين هاي باد y بس هنا شنو نقول له؟ نقول له هلو شو نريده؟ نضغط هنا نريده على سبيل المثال يعرض لنا هنا ليبل ومكتوب بها قيمه معينه بس على العموم احنا هاي الغايه انه ايش نخلي ال انتري نخلي بوتون وهذا البوتون طبعا نقدر نغير هاي القيم صحيح اي وصلت الفكره صحيح شكرا هلو زين خلوني بس شويه اطاوع شنو عندي انا هنا أنا بالهيستوري بوتون ليرنينج ديشن عندي ليبل فريم سكيل تشيك بوتون مينيو اخذناه امس اخذنا البوتون مينيو تذكروا له صح وما راح نعدكم اخذنا له ما اخذنا مو صح شنو اسم الستات المينيو بوتون اي اوكي مينيو بوتن بس ارد اقول هاي الحركه سويناها حركة طلعناها برا اشتغلنا به نعم اتصور سويت انا يعني ما كملت زين. الفيديو بس اتصور شفته هذا زين بس خلوا بالكم القيمه الفاريبل مالته لما نسوي لما نسوي تك على البوتن راح يعطيك صح تشيك زين لما تضغط عليه يروح انشيك وهنا نفس الشيء زين بس هذه في الدلاله هم مطينا اياها للي يريد يعني يشتغل هنا عدة عمل هنا فالدلاله بس خاف يعني ما حكيتها امس هسه حكيتها زين واذا تلاحظون هذا 01 لانه سوينا تشيك وانشيك ستودنت كذلك تشيك وانشيك والكورسز خليناه يطبع اون اوف مو بس يطبع لنا القيمه أنا أريد أوصل للتسعة ونص بأي طريقة حتى أرخص من عندكم زين
روح ملفنا ويني هذا لا شنو عندنا هنا البوتن تشيك بوتن تشيك بوكس والانترو والفريم هاي كلها اخذناها الساعة 9:30 تنهي المحاضرة؟ اي والله اي والله انا اسف يعني زين. بس اليوم عدل لا لا عادي براحتك استاذ بس عندي اقتراح يعني اذا كذا بها مجال على اليوتيوب يعني من جاي نبحث مثلا او نريد المحاضره نفسها محاضره يعني انا جاي ابحث على شغله محدده واحنا المحاضره ساعتين طويله فاحتاج اتفرج المحاضره كلها حتى اوصل للي انا اريده قصدي يعني انه ليش ما انت حضرتك انا هواي شفت يوتيوبات على البايثون يعني مو مثل شرحك يعني قصدي انه الماده تاخذها كفيديو قصير تسويها مثلا بس على الكومبو بوكس بس على الليبل بس على التكست وتعطيها عنوان بحيث انا من اجي ادور على التكست ليش اشوف محاضره كامله من ساعتين بس على مود معلومه بالتكست احتاجها اكو هيك مثلا النافذه مثلا بس الفيديو بس على تشكيل النافذه بالجي او اي نعم تدري شنو يعني شفت شروحات ما عجبتني انا باليوتيوب صراحه يعني نعم. وبنفس الوقت اكو شغلات مثلا احتاجها بسيطه اضطر اشوف محاضره كامله انا شايفتها اعيدها مرتين ساعتين حتى اوصل للشغله اللي انا اريدها فليش ما تكون مجزئه يعني اذا عندك وقت طبعا انا راح نتفضل نتطفل على وقتك اذا عندك وقت لا لا انتم متفضلين اصلا العلمك انتم متفضلين علي الـ لا بالعكس والله يعني قلت لك انا لان بحثت على باليوتيوب وما حصلت اللي اريده فقلت خلي اعرض على استاذ عمار يسويها هيك بدل ما تكون ساعتين واصلا هذا مقترح استاذ علي عبد الجبار يعني حتى العنوان يعني من ينزل باليوتيوب ما ينزل العنوان بفد شرح للماده اللي موجود شرح بالربع ساعه اي احنا حتى قيمنا يعني الوقت انا الوجت اذا اريد اشرحها لوحدي يعني ماكو سؤال ولا اكو فهمتوا ماكو هاي سؤالي إيه هذا قصدي ربع ساعه بدون مقاطعات فيكون الفيديو أيه. قصير بس بنفس الوقت بكل المعلومات بالضبط اللي مأخرني بصراحه لانه انا اكمل دورتكم هذا يريد لوقت فانا بدي اكمل دورتكم واريد انطيكم الداتابيس الزهراء اللي راح تاخذوه اول شيء الاس كيو ال لايت لانه اكو بعضكم يريد يتخصص في برمجه النقالات زين فشلون نتعامل مع الاس كيو ال لايت على مود اذا واحد راد يتعامل مع مكتبه كيبي اللي هي بايثون يعني مع الموبايلات تشتغل من خلال مكتبه كيبي شلون هسه هاي تيكي انتر راح تتعلمون كيبي زين فيكون عنده الاس كيو ال لايت يقدر يتعامل ويقدر يخزن بيانات ويسترجع بيانات وناخذ الماي اس كيو ال لانه الماي اس كيو ال بصراحه اداه فعاله جدا جدا اداه داتابيس فعاله تشتغل ويب زين وارد احضر لكم حتى على موقع يعني بالانترنت بحيث كل واحد بيكم يكون يعني يتعامل مع الاس كيو ال وهي بالانترنت زين فريد رتب على حساب مثلا لمده سنه زين بحيث انتم تقومون بتجاربكم على الماي اس كيو ال وهي بالانترنت يعني مو الماي اس كيو ال في حاسبتك زين انا صح راح هسه راح ارتبط في حاسبتي وشغلكم الداتابيس بس لا مو هو هذا اللي اريد نرتبط بموقع بالانترنت ليش لانه اذا ردنا بعدين الديجانجو وردنا نرتبط من خلال يعني مكتبه الديجانجو اللي هي تشتغل ويب شغل البايثون بس ويب زين وبايثون رقم واحد في برمجة الويب يمكن عندكم علم بس مو رقم واحد في برمجة النقالات في برمجة النقالات سي بلس بلس وسي وجافا هذه يعني هي رقم واحد زين بس سوق العمل طلب على سوق العمل ببرمجة النقالات لجافا وليس لسي بلس بلس وسي هسه ليش ما أدري بصراحة ما منتبه ليش بس هو السمعة أنا سابقا كنت أتوقع جافا هي رقم واحد بس تبين حسب الإحصائيات إحصائيات علمية يقول لك الرصانة وين وطبعاً ما يراد لها الرصانة دائماً السي وسي بس قريباً للهاردوير يعني ما بي كلام زين بس إحنا جاي نتكلم بالأمور الجاهزة هسه يعني اللي سوتها بايثون يعني جابت لك الشيء جاهز زين شيء تسويه بكود طويل بطتك فاريابل ثلاث أسطر تحل لك معادلات آنية اثنين مثلاً معادلتين ثلاث معادلات أربع معادلات بثلاث أسطر يعني فهذا يوفروا لك إياه يعني.
فالداتابيز راح تاخذ وقتكم يعني، وبعد الماي اس كيو ار راح تاخذون الاس كيو ار مايكروسوفت اس كيو ار واللي هو يعني بديل الاوراكل. احنا يعني من الصعوبه بمكان ان تخلي شيء بمقارنه مع الاوراكل. اس كيو ار نجحت ان خلينا نقول تنطح اوراكل، بس النطحه مو نطحه فنيه، النطحه على حساب يعني كل اوراكل مكلفه جدا. زين اليوم جاي يجيبون بدائل مو بس ماي اس كيو ال، لا يعني داتابيز اخرى، انواع اخرى. زين وهذه البدائل رصينه وممتازه وسكيورتي عالي ومالتي اكسس عالي والكلفه معقوله، اوراكل كلفها غير معقوله. لذلك اليوم اللي يعني برامج اللي تتعامل مع اوراكل برامج اللي ناس مستعده تدفع، برامج على مستوى الاي ار بي مثل الساب. الساب هو يعني برنامج شركه المانيه لغه ساب تسلسلها رقم 40 لغات البرمجه، يعني مو من اللغات المتقدمه متأكدا، بس الساب هو يعني برنامج حاط كل الاحتمالات والكفاءه والرصانه، المبرمجين محترفين سووا من لا شيء. يعني لو مسوينها باسكال كان هم نجح، هم بعد الخلطه الحق مال النجاح عندهم. زين الداتابيز مالتها اوراكل. زين الساب بيش؟ الساب يعني اقل سعر الى ينباع ب 800 الف دولار اقل سعر، يعني شركه عفوا وزاره النفط اشترتها اذا انا مو غلطان 25 مليون دولار، الدفعه الاولى 20 مليون وبعدين 5 مليون واكو تلكؤ بالتنفيذ، ما ادري جزء ينحل يعني هسه اذا ما انحل ينحل الى شركه اخرى يلغي العقد ما اعرف، بس النتيجه انه اذا دخل الساب الى مؤسسه والمؤسسه التزمت بالعمل به فراح ينهض بيها نهضه عاليه. زين المبرمجين مع انه اللغه هي لغه يعني غير متقدمه متخلفه، لكن الخوارزميات صحيحه، امكانيات مضبوطه ان طول البرنامج، وداتا بيز ما تخر الماي اسمها اوراكل. زين احنا راح ناخذ اللي دخل ويا اوراكل بالمنافسه، اللي تجرأ ونافس واللي هو اس كيو ال. عن انا من الناس اللي يجون الى الماي اس كيو ال. ماي اس كيو ال فري مطلقا يعني بدون اي اجور، كل الامكانيات السكيورتي ما سكيورتي، ان يعني شخص يعتمد يعني على على عناصر معينه يوصل بها سكيورتي نفس ما يوصل او قريب مما يوصل للاوراكل. شلون؟ الشركه اللي تستضيف عندها تكون شركه محترمه مثل هوست جيتر وغير هوست جيتر، شركات ضخمه عملاقه بالعالم. وايضا تخلي يعني برنامجك وفق ستاندرات ما يخترق، يعني اكو برمجيات خاطئه، كودات خاطئه انت تخليها سبب انه انت تخترق. وايضا كذلك تتعاقد على خدمات حمايه، هذه الخدمات راح تحمي الموقع مالتك والبرنامج مالتك من الاختراق. زين هذه يعني لذلك الدوره القادمه راح تكون شويه متعبة إلي وإلكم همين، الله يساعدكم علي. وبنفس الوقت هذا الطلب اللي طلبتي راح يتأخر لما بعد الدورة القادمة، وما ندري بعد الدورة القادمة إذا صار اجتماع ميتينج أنا ودكتور مصطفى وصار على الجوال ونحط خطة لفد شيء جديد، همين تعال يا عمار ضاع وقتك وراح فلوسك يا صاحب، فخلنا نشوف منا ذاك اليوم الله كريم. بس الموضوع بالخطة، وأستاذ علي الاقتراحه قال لي نخلي مقاطع مجزئة، وهو هم أيضا الاقتراح يمكن الربع ساعة، هو أو دكتور مصطفى قال ربع ساعة، أنا قلت ربع ساعة كافية عليه حتى أشرح وجهة واحد، ربع ساعة كلش كافية عليه. ممكن الوجهة يعني إذا بي تفاصيل أو كذا، هو مو ممكن الحقيقة الوجهة نخليه ونخلي له ملحق يعني شرحه ونكمل شرحه ونحط لنا عليه كود صغير يتعامل يعني مو بس نحط ستركتشر، وبنفس الوقت نحط له ملحق نسوي لنا برنامج يتعامل مع هذا الوجه، بحيث الشخص اللي شاف الوجه شاف عنده برنامجين صارت عنده مرونه بالفهم بالتطبيق، لانه لما شيء انطيك اياه انت محتاج دفعه، يعني مو بس محتاج ان تشوفه بعينك، لا محتاج نسوي قدامك شيء. انا اقدر اعطيكم اقول لكم هذا التشيك بوتن وهذا الفاريبل، هذا الفاريبل مالته من عرفتوه تقدرون تسوون كل شيء، بس هاي وين من اسوي فانكشن، والفانكشن يطبع القيمه، الفاريبل اخليه بليبل، الفاريبل اخليه بتكس وجيت، وهكذا. هذا فرق يعني ياثر بفهم المتدرب.
وإن شاء الله طلبتي إن شاء الله يصير بحول الله قوته. بس أكو ملاحظة اللي تكلمت عنهم ما مقنعين. أنا أعتقد أنت استمعتي إلى يوتيوبرز عرب شوية أكو تلقاءات يعني. إحنا أخواتنا العرب يبقون يعني مبدعين هذول اللي هسه باليوتيوب. بس اليوتيوبرز اللي يشرحون هم أجانب. أنا اللي شفته يعني اللي شفته إنه هم يعني مجيدين. يوتيوبرز عرب صحيح. اي مجيدين الاجانب صراحه مجيدين. وبنفس الوقت هو ما راح تلقى واحد ينطيك شيء على مرامك. ما عندهم منهج, ما جاي يشتغلون على منهج. المناهج تلقونها بالكتب, وانا دزيت لكم الكتب يعني. ولا ترتون بعد كتبها مدزيت لكم والجوجل بي. انا يعني ما اخذها من جوجل. زين الجوجل بي. زين عين احنا تسمحوا لي اليوم نترخص شوي على وقت نقطع محاضرتنا. اي شيء عندكم يا ريت اذا احد عنده هومورك او كذا يا ريت يعني يدز لنا اياه. لا اقل خلوني اتعرف على مستوياتكم. بالمناسبه يعني اكو راح تكون شهادات تقديريه للمتدربين, وراح يكون اكو شيء للمتميزين. ما اريد يعني احرق تدللين ستسارة بخدمتكم. ما أريد أحرق البشارة يعني. هي هاي سوالف سابعة لي يعني. بس أنا أريد أخذ السبق الصحفي يعني أسبقه قبل لا يقل لكم يعني. يعني تم انتخاب الناس اللي هم يعني فاعلين بالدورة, اللي هم ماركاتهم قوية, اللي مشاركاتهم قوية, عندهم أسئلة يعني. طوروني أنا بشكل شخصي, بعضكم طورني يعني. زين راح يتم انتخاب مجموعة طبعاً سبعة لكم استمارة الحضور. يا ريت تسجلون. راح يتم انتخاب مجموعة من عندكم يكون مشاهدات تقديرية. وإحنا عندنا ترى برنامج, وهذا البرنامج طويل, وبعض الفقرات مالته مو مجانية. الناس المبدعة راح يكونهم حضور مجاني. يعني الرجاء أن تكونون بالصدارة دائماً. وأنا يعني صراحة فخور بكم جميعاً. بس على وجه التحديد الكودات اللي جاي تجيني يعني جاي تلفت نظري, وجاي تنبئ انه صار يعني صار نجاح.